اللي بيدافع عنك على طول في الفريق؟ في الفريق طبعا اول حد كابتن احمد الجرحي، وانا بروح استنجد بعمر طارق. على فكره والله العظيم هيقولوا ان احنا مرتبينها. ليه؟ قول الو كده. الو يا بوبو يا جرحي. طب والله مش مرتبينها، عشان هو قبليها كان مع عمرو الجندي برضو، وقال عمرو الجندي. فبنرحب بالكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله. اهلا بيك يا كابتن احمد. كابتن ايسن ازي حضرتك؟ وكابتن احمد ازيك حبيبي يا كابتن احمد؟ منورين الحلقه ودايما متالقين، ومعاكم طبعا اخويا الصغير وواحد من نجوم الفرقه كابتن ايهاب امين. ما هو بيبيعك يا كابتن وقت الخناقات، بيبيعك ما بتلاقوهوش. ملوش في الاكشن يا كابتن احمد. ماليش. الراجل اعترف من الاول يعني. لا هو عارف انا اصلا اي حاجه بتحصل بروح لكابتن احمد على طول. هو ملوش في الاكشن. هو طب لو كابتن احمد له اتجاه وكابتن مودي له اتجاه، هتكون مع مين؟ يعني هو انا غالبا بروح مع كابتن احمد. شفت؟ لا ده متوسط يا كابتن. لا متوسط، انت مسيطر يا كابتن. لا هو عشان مودي بيشجع ريال مدريد، فيعني انا مع كابتن احمد. انت بتشجع ايه؟ برشلونه. فاحنا مع بعض في معظم الحاجات. تمام حلو. طب لما بنروح للارسنال؟ الارسنال مودي بصراحه. مانشستر يونايتد هنا مع كابتن احمد. يعني كان من شويه كان البوب بيتكلم يا ابو حميد ان انت ليك دور كبير في التجديد، وان هو مش ناسيلك ابدا ان انت رحت له الساعه 4 الفجر عشان يوقع العقود. يعني بتبقى في لمسات صغيره كده بيحس بيها اللاعب قد ايه النادي شريف. لا طبعا يا كابتن هيثم، انت عارف ايهاب ما شاء الله عليه بني ادم مجتهد يعني في شغله. ده يخليك دايما انت لو هتسافر والله لو ابعد من اسكندريه وموجود عشان تمضيه، بتشتغل حاجه بتحب النادي، وفي نفس الوقت انت هتتعاقد مع لعيب هيفيد النادي وهو حابب النادي. لان على فكره ايهاب طبعا قبل الثلاث سنين كان معروض عليه عروض احسن من الاهلي، والفتره دي نفس الكلام، لكن هو عارف قيمه النادي وكان حابب ان هو يجي النادي. وكان بالنسبه لي الموضوع، انا كنت عارف لما بتعمل حاجه وانت مبسوط وعامل حاجه للمكان اللي انت بتحبه، فكان بالنسبه لي يعني مشوار بسيط وسهل، وكنت مبسوط وانا رايح وانا راجع. الحمد لله ان ايهاب موجود معانا، وان شاء الله يفضل كده موجود لغايه ما يحقق كل طموحاته مع النادي، ويبقى كده علامه من علامات الباسكت في النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن احمد. يعني كابتن ايهاب، في لمسه او يعني حاجه بتحصل في النادي الاهلي دايما ان تيشيرت الكابتن ورقم تيشيرت الكابتن في انضمام ايهاب امين للنادي الاهلي، نلاقي الكابتن بيهدي التيشيرت بتاعه ورقم التيشيرت بتاعه لكابتن ايهاب امين. هل دي كانت يعني حاجه ذاتيه، ولا كان الجهاز الفني له دور فيها، ولا كان عشان نقول على الهوا، ولا كان مطلب اساسي من كابتن ايهاب؟ شوف ببيعك مع اي حد. لا 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 صدقني هقول لك على حاجه، وانت عارف وكابتن هيثم كمان عارف ان دايما صعب حتى في تعاقدات اي لعيب مع النادي الاهلي ان هو يكون ليه شروط اللي هي زي ما بيقولوا شروط مجحفه، ان انت ممكن ما تقدرش تنفذها له. تمام؟ العكس، الموضوع كان ايهاب هو سالني على رقم 4، فكان مودي ساعتها جنبي. مودي قال لي انا ما عنديش مشكله خالص هو ياخد 4. يعني هي زي ما يعني ما نقولها كده ان هي اجيال بتسلم بعض. مودي لبس 4 من وهو راجل عنده 18 سنه لغايه دلوقتي، يعني فوق ال 12 14 سنه ورقمه، هو حابب ان هيبقى لابسه عشان هو ده رقمه وهو هيبقى مستريح فيه، وهو دايما بيلعب بالرقم ده من هو صغير، وهو يكمل بقى المسيره ان شاء الله في المستقبل البعيد. فالموضوع كان بود جدا ما بين مودي وايهاب، هم اخوات، وما لا ايهاب طلبه بشكل رسمي ولا كان يعني الموضوع كان في اطار اخوي خالص بين الاثنين بصراحه. يمكن دي كانت اول مكالمه ليا ما بيني انا ومودي الجرحي، كان هو كلمني اول مكالمه. اول مكالمه ليا، كنتش اعرف مودي طبعا، اعرف مين مودي الجرحي بس عمرنا ما اتكلمنا على شكل شخصي. اول مكالمه ليا كنت لسه في اسكندريه، كلمني وقال لي يعني ان انا ان شاء الله لما اجي النادي ان هو هيسيب لي نمره 4. فيعني لما كابتن الفريق وكابتن النادي الاهلي يعمل معاك كده، دي حاجه برده من الحاجات الصغيره اللي ليها معنى كبير قوي بتفرق. فدي كانت من حاجه من الحاجات يعني. وفي الاخر بتروح تقف مع كابتن احمد الجرحي. كبير، بقف مع الكبير. كبير كبير. كابتن احمد، يعني جماهير النادي الاهلي بتشوف في حضرتك مسؤول بروح الفانيله الحمراء، ودايما يعني علاقتك مع جماهير النادي الاهلي علاقه وثيقه وعلاقه كبيره، ودايما جماهير النادي الاهلي بتحب تشوف النادي الاهلي رقم 1.
طموحات الكابتن احمد الجرحي والكابتن ايهاب امين اتكلم عن فكره الدوري وبطوله افريقيا، شايف ان احنا قادرين باذن الله اننا نحقق ما هو ابعد من ذلك، يعني اننا ناخد البطوله الافريقيه؟ والله يا كابتن احمد بص انا هقول لك على حاجه، احنا مبدئيا مشروع الفرقه اللي شغال دلوقتي ده احنا كان ممكن في فرق كتير قوي ممكن تشتري محترف تاخد بيه بطوله والسنه اللي بعديها ممكن تلاقيها رابع خامس، السنه اللي بعديها ثالث، احنا كان شيء ده مبدانا، احنا حتى لو المكاسب اتاخرت الموضوع كان بالنسبه لنا ان هو لازم يكون في بنى للفرقه دي، ان الفرقه دي تقعد 10 12 15 سنه على قد ما نقدر نطول المده ان هي على طول في المنافسه وعلى طول بتاخد القاب. والحمد لله انا شايف ان الفرقه الحمد لله دلوقتي يعني بدات تجني ثمار المشروع اللي بدا من 3 سنين واللي كل الناس برضو انا لازم اقول ان كل الناس مشاركه فيه، كابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى واداره النادي وكابتن رؤوف عبد القادر وبيسلم كابتن خالد العوضي دلوقتي، كل الناس فعلا فعلا لو انت شفت الثلاث سنين وايهاب هتلاقيه قاعد معاك ممكن يحكي لك حاسس ان الناس في النادي مهتميه ان هي لا كل سنه عايزه تدعم، كل سنه عايزه قطاع الناشئين ماشي بشكل كويس جدا، اي مطالب للفرقه هتلاقيها هتتحقق. فدي حاجه بصراحه بتسعدنا كلنا جوه النادي لان النادي الاهلي تاريخه في الباسكت لازم يبقى على قدر واسم النادي الاهلي، ممكن يكون ده ما حصلش في سنين فاتت كتيره وليه ظروف واسباب ونبقى نتكلم فيها بعدين، لكن كل اللي جاي باذن الله النادي الاهلي اللي انا اضمنه لك ان انت هتلاقيه منافس على كل البطولات، هتلاقيه ان هو موجود في كل البطولات، هتلاقيه ان هو بيحقق القاب، وهتلاقي ان مفيش لعيب او مدرب انت هتحس وانت قاعد بتتفرج عليه ان هو مأثر في حق النادي الاهلي. صحيح، ويمكن الروح دي اللي مميزه بصراحه كابتن احمد يعني فريق الباسكت، ومن بدايه يعني يمكن انت قلت ده مشروع بقاله 3 سنين احنا عشناه يوم بيوم ولحظه بلحظه، واكيد المشروع ده مش هيقف عند انجاز، يمكن عايزين هيمنه 10 15 سنه نكون دايما في المباريات لان احنا محتاجين نعمل تاريخ كبير في كره السله. كابتن احمد الجرحي المدرب العام بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب. شكرا يا كابتن.